ناس كتيرة قوي بتسأل هو أنا ليه اتطوعت في مكتبة الطفل؟ تعالوا نشوف. احنا هنا في مكتبة الطفل بنتعامل ازاي نتعامل مع الأطفال بشكل أحسن ومع أولياء الأمور، وكمان هنا في مكتب الاستعلامات الخاص بمكتبة الطفل احنا بنساعد الأطفال في الاستعارة وبنرد على استفسارات أولياء الأمور. المعلومة بنوصلها بشكل مبتكر ومختلف وممتع جدا للأطفال. احنا هنا بنطبق الفكرة بطريقة عملية، بنعمل لهم أعمال يدوية زي مثلا البرواز ده، ومش بس أعمال يدوية، ممكن كمان ألعاب أو تجارب علمية. اتعلمت ان اقدر اطلع من الصور قصة بشخصيات وأحداث وخيال. اتعلمت ان القصة وراها ألف معنى. وانا بقى اتعلمت ازاي اغير نغمة صوتي وانا بمثل للاطفال. انا النحلة بيبليو. ميس مش عارفة اشغل الكمبيوتر. هنا في الكمبيوتر قدرت اغير تفكير الطفل من مكان للعب لمكان يقدروا يتعلموا فيه مهارات البحث. وهنا اتعلمنا طرق مبتكرة تجذب الأطفال للقراءة لدرجة إنهم بيطلبوا مننا كتب تساعدهم في تطوير مهاراتهم. شغلنا مش بس مع الأطفال، ده كمان بيكون مع أولياء الأمور من خلال المحاضرات اللي بتقدمها مكتبة الطفل في مختلف الموضوعات اللي هدفها الأول والأخير الاهتمام بالأسرة بصفة عامة. وعشان يطلع بصورة لائقة بنبدأ باختيار نخبة من المحاضرين المتميزين وحجز القاعات وتنظيم الحجز الإلكتروني وتنظيم الحضور لاستفادة أكبر قدر ممكن. ومش بس كده، احنا كمان بنساعد في تنظيم البروفات وفقرات وعروض ختام الأنشطة الصيفية. دايما بتشوفوا ناس بين الرفوف بيقولوا شباب لو اي حد فيكم محتاج كتاب يقدر يقول لي، وكمان ساعات كتير قوي بنساعد المتطوعين. احنا فريق اصدقاء مكتبه الطفل وهدفنا نساعد الاطفال والمتطوعين وتسهيل عمليه الاستعاره وبنرفف الكتب بعد خروج الاطفال. انا اتعلمت حاجات كتير في المكتبه، وعشان كده دوري النهارده ان انا انظم المجموعات، وبصراحه التطوع غير لي حاجات كتير في حياتي.